عبدونا في البيت اللي كان بيفتح بقه كانوا بيذلوا أمه. أنا أمي قالت لي يا عمرو أنا نفسي أشوفك على التلفزيون. أنا عايز أتكلم عن نفسي لأن أنا الفترة اللي فاتت مش عارف أتكلم عن نفسي، البلد كانت أهم. قالت لي يا عمرو نفسي أشوفك في التلفزيون. قال لك الواد ده كلب، إزاي يتكلم على وزير إسكان؟ وزير إسكان نضيف، الأرض صح والشركة صح والمزاد صح، وبعدين يقول لك إزاي يتكلم على البيه؟ ده البيه ده هو نوار شباب البلد، هو ده اللي هيحكم. يعني ايه يتكلم عليه ويقول محدش يكتب عن الفكر بتاع سيادته ثلاث صفحات؟ احنا كنا مذلولين يا جماعه، احنا كنا في حاله ذل. لا يمكن هيجي اسوأ من اللي كنا فيه، لا يمكن هيجي ذل ومهانه قد اللي كنا فيها. كان الناس بتتضرب في الاقسام قدام مراتاتهم وامهاتهم بالجزم وبالبراطيش، كانوا بيتخوزقوا، كانوا بيطلعوا دين امهم، كانوا بيعملوا فيهم كل حاجة. احنا كنا في عصر اسود ومهبب. خلونا اتكلم بقى واقول اللي حصل النهاردة. انا كنت اتكلم يقول لي اقعد شغال الواد ده، هو اقعد شغال الواد ده، الواد ده يقعد كده زي الكلب. وكنت اقول للناس اقول لهم والله العظيم ثلاثة ربنا هيحلها. كانوا رجال اعمال اصدقائي بصوني يقولوا لي ده جامد، ده اجمد من ربنا. والله العظيم ثلاثة كانوا بيقولوا أجمد من ربنا. إنما ربنا كبير، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. واحد جه قال لي مرة، قال لي على فكرة يا عمرو روح شوف لك بيزنس كده، افتح محل جزم ولا محل بتاع، انت عمرك ما هتشتغل تاني. عمرو أديب وعماد أديب، عماد أديب ذلوا أهله، الراجل على جاي كان بيقول كلمة حق. أبداً اوعى اوعى الراجل ده يبان أصله محترم وبيعرف يتكلم. يا جماعة احنا انتوا فاكرين انتوا أي بلاغات النهاردة؟ انتوا سامعين كلام جديد؟ كنا بنقول كل الكلام ده، حديد، أسمنت، أرض، احتكار، زنا، دعارة، فلوس، فلوس من تحت الترابيزه، فساد شرطه، كل ده كنا بنتكلم فيه. بس ايه؟ اتكلم زي ما انت عايز، واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه. امي قالت لي يا ابني مره واحده بس تطلع على التلفزيون اشوفك وخلاص. كانت عيانه، كانت في المستشفى، كان نفسي اطلع بس يوم اقول لها اما ادعاكي الصبح وفي الفجر جيب بنتيجه. العيال اللي طلعوا احسن مننا، احنا جبنا. رغم ان احنا اتكلمنا وقلنا كل حاجة، بس احنا ما كانش عندنا قدرة ان احنا نتحرك. كان بيكلم كل البرامج، مفيش برنامج كان بيكلمه. كنت اقول له لا، لازم الناس تعرف الحقيقة. وكنت واهم، كنتش متخيل ابدا ان احنا كنا ممكن يعملوا فينا كده، يسكتوا بلد كاملة، يخصوا شعب باكمله. انما لا، ذكورة ورجالة، الشعب ده ذكورة ورجالة. كان نجيب ساويرس لما عاوز يكلمني يكلمني من موبايل بنته، من موبايل بنته. طبعا ما كانش بيفرق لان هم كانوا بيلعبوا تليفوناتنا ببصمه الصوت. انت قاعد حياتك كلها تتكلم. انا كان ليا اصحابي يا اسري ما كانوش يسلموا عليا، بقوا بيخافوا. لا 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 لا، ده الكلب اللي اترمى. النهارده يا اسري احنا بنحتفل بايه؟ قول ورايا، احنا بنحتفل بانتهاء الذل. لا يمكن ضابط شريف من الضباط المحترمين اللي انت بتشوفهم في دول بيخشى ربنا، دول ما كانوش بيخشوا ربنا، ما كانش عندهم ربنا. ايدينا ورمت يا جماعه، احنا 300 اسره وبنشتغل ومحطه، ده احنا لمينا للبلد في يوم وليله 30 مليون جنيه. انا كلمني احمد عز بعد ما مشوني، قال لي على فكره انت السبب ان الشعب المصري مش راضي. اهلا يا احمد، اخبار الرضا النهارده ايه؟ اخبار الرضا عند مصر ايه النهارده؟ انت اللي كنت يا احمد بتقول له الشعب يا فندم راضي، عندهم عربيات، شربوا بيبس وكوكاكولا، بيركبوا اجهزه تكييف، شوف بيستهلكوا وبتاع ازاي، معدل التنميه يا ريس كذا. انت اللي وديتنا في ده يا احمد، انت وغيرك، انتوا اللي جننتوا الناس، انتوا اللي قعدتوا كان العيال بتتقتل في التحرير وانتوا جايبين الكوبري العربيات ماشيه عليه زي الفل وحلوه.
يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو على كل شيء قدير. اي حد اي حد يسال النهارده احنا بنحتفل بايه، ان ما عادش فيه ذل. حضرتك النهارده ما فيش حد هيوقفك في لجنه ويقول لك اديني 20 جنيه. ما حدش النهارده هتخش مرور ولا بتاع يقول لك اديني 50 جنيه. ما حدش لما تبقى جايب 4 سنين جيد جدا وعايز تبقى معيد في الجامعه بتاعتك هتتعين معيد في الجامعه بتاعتك. بلدنا هتبقى حلوه، بلدنا جامده قوي. كل المليارات اللي اتسرقت ديت تعرفوا ان البلد دي كان فيها فلوس كتير جدا. النهارده ليله ذهاب الذل من مصر. جميل.